عليك. لا شوف تيفي، شوف تيفي. متابعي قناة شوف تيفي، السلام عليكم في بث جديد مباشرة من مدينة تمارا. قضية نصب. نصاب على خمسة ديال الأسر في الأراضي ديالهم، منهم هاد البقعة الأرضية اللي كتشوفوا فيها دابا. تفاصيل كثيرة ومعطيات وأحكام قضائية تحكمات غنتعرفوا عليها الجميع في مع الاختصار. ومالين الأرض، هذه هي إحدى البقع وهذه الثانية، والبقعة الثالثة والرابعة كاينين في طوالة على يدنا اليسر كما كتشاهدوا فيهم، راهم اللي كاينين شوكة. ما غنحاولوش نبعدوا، نبقاو حدا الناس نعرفوا شنو واقع بالتفاصيل بالأوراق وكذلك بالأحكام القضائية. قبل من ذلك نتمنى أنكم تبارطاجيو لعل وعسى أن القصة ديال هاد الناس تكون عبرة الناس اخرين باش ما يطيحوش في نفس الفخ. اختصر نوجه لك الكلمة الآن. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه القضية. هذه قضية خطيرة جدا، وهي قضية ديال النصب العقاري. ما فيها العقار خطير جدا، انه تيتم نصب النصب على اكثر من خمسة ديال الناس في بقعة ارضية في حي النمسية بتمارة. عندنا واحد جوج ديال الضحايا اللي بغاو يهضروا على هذا المشكل ديالهم. اول حاجة كنشوفوا انهم دايرين واحد لافتة كاتبينها في الارض ديالهم ديال البقعة ليست للبيع، حذاري من مافيا العقار. علاش كتبتوا هذه البقعة سيدي؟ سيدي هاد البقعة هادي كتبنا فيها، هاد البقعة ديالي، هاد البقعة ديالي أنا شريتها سيدي. وهاد الناس هادو هما مافيا كيتزعمها مستشار جماعي، وكاين معاه وحدين داير معاهم عقود، حتى هما معاه ودايرين بلي راهما شاريين. ودابا عندنا المسألة رايجة في المحكمة، وتيجيو هادوك الآخرين اللي دايرين راسهم شاريين كيجيبوا السماصرية باش يبيعوا. مستشار سابق وبتواطؤ مع مسؤول تصحيح الإمضاءات السابق، راه كان معتقل في السجن بعشر شهور سجنا نافذة. يلا خرج. انت سيدي انت من الضحايا، اعطينا الاسم ديالك. انا سميتي بالعربي عبد اللطيف. شريت البقعة ديالي تقريبا في 81، ومن بعد هاد السيد جاب ناس ودار معاهم عقود صورية ما دافعين فيها تريال، ومتفقين بيناتهم باش غادي تدوز البيع وشرية وتيقادوا الرخصة عند البلدية وكيبيعوا البقع. والدليل هو انه هاد الشيء اللي كتبناه في الحيوط تنكتبوها باش حيت السمسارة كيجيو باغيين يبيعوا هذيك البقعة ديالنا ويزيدوا في حالهم، ونوليو كندافزوا مع ناس اخرين ما كنعرفوهمش. هذا هو علاش كتبنا هاد الشيء. والدليل هو البقعة ديالي فيها الصور ديالها مازال سميتو كانت مبنية الصندوق ديال داير في البقعة. وفي الاخر السيد القايد امر باش غادي تريب هذيك الدار لانها كانت كتجمع المشاكل والحشيشيه والسكيريه، والدليل راه باقيين الصور، راه هو باقي البقايا ديال الصور. والسيد تيقول ما عمرو باع لشي واحد، وكيفاش هذوك الصور حتى تبنى؟ بغينا نعرفوا غير شكون بنى هذاك الصور الا كان ما عمرو. سي بالعربي، بشحال شريتي انت البقعه ديالك؟ انا شاريها ب 20 مليون. انت بشحال شريتي؟ اعطينا الاسم بعد الكامل ديالك. سيدي حسن خربوش. شريت سيدي هذه البقعة تقريبا واحد المبلغ ديال 50 مليون. شريتها في 2008 عند واحد الصديق ديالي كيتواج بالديار الهولندية. وللتذكير هاد الناس هادو كانوا كيتصحاب لهم هذه البقعة مواليهم في الخارج، لأنه ديجا تراموا على واحد جوج بقاعي راه تباعوا في 2015 وبعقود عرفية مزورة وراهم مبنيين. داكشي باش هاد الناس جاوا بداو تيتماداو من جديد، وبقاو خمسة ديال البقاعي غير مبنية ديال هاد السيد المستشار الجماعي، لأنه بنى البقاعي كاملين باعهم تقريبا واحد 62 بقعة، وبقاو واحد ثمانية ديال البقع ترمى عليهم، ترمى على ثلاثة في الأول، ودابا الخمسة اللي بقاو دارهم في السمية ديال واحد الإنسان اللي هو بسيط ما فحالوش. البقعة تدير دابا فوق 120 مليون. كاين واحد السيدة كانت اتصلت بينا حتى هي شرات البقعة ديالها ب 120 مليون، وكتسكن في الخارج يعني من الجالية هنا. يعني هاد السيدة هادي شنو المصير ديالها؟ لا سيدي، دابا هذيك السيدة سيدي مولات البقعة، هذيك مسكينة الدولة البقعة ديالها، هذيك دارت الشكاية في 2015، تباعت وتبنات وسميتو. كاين ضحية أخرى، واحد السيدة اللي نصب عليها واحد السيد راه هو دابا في الحبس، في الحبس، ودار عقد مع هذا المستشار الجماعي، وبناوا واحد البقعه هنا ديال موليها، داوها بهتانا وداوها سيدي، وجا نصب على هذا السيد. هذا السيد هذا دالها 120 مليون 120 مليون
داها ليها ودار معاها قال لها اجيبي عندي للدار باش نعطيك السوال المفاتيح ديال الدار. والخطير في الامر هو هذا السيد هذا مشى دار اضرام النار في السياره ديالو وعيط للشرطه وقال لهم هذا السيد هذه راه بغات تشعل فيا العافيه وكان غيدخلها للحبس لولا الالطاف ديال الله سبحانه وتعالى واليقظه ديال الشرطه القضائيه وسيد وكيل الملك اللي فطن لهذا السيد. القضيه عندكم في المحكمه عندكم وثائق ديال اصليه ديال سيدي وثائق باش شريناها انت سيدي. هذا السيد هذا باع البقعة في 92 ها العقد العقد باش باع السيد اللي شريت من عنده هذا عقد عقد سيدي. كان واحد السيد اللي تيقولوا لمكي الروندا راه الناس كلها تتعرفوا ديال تمارة. هذا السيد هذا هو اللي كنت يجليزي هاد العقود هذا وما تيعطيك العقد ما كيعطيك هاد العقد حتى كيسجلوا في دار التسجيل. وهذا السيد هذا تيقول لك عمري ما بعت هذه البقعه وتينكر ولكن اليقظه ديال الشرطه القضائيه وديال الحنكه ديال وكيل الملك اللي تنشكروه من هذا المنبر راه دير لي المتابعه الاستاذ بوفادي الله يجازيه بخير زياده على السيد قاضي التحقيق اللي داز عنده هذا السيد هذا ودار له قرار الاحاله. دابا راه درنا قرار الاحاله في الجنحي وراه دزنا غير مؤخرا دار له المتابعه بالنصب والتزوير ودار للسيد الاخر هذاك ديال تصحيح الامضاءات السابق دار ليه المشاركه في التزوير وللتذكير. هذاك السيد ديال الجيليزاسيون راه ديجا كان معتقل راه تعتقل على واحد الملف ديال التزوير زور على واحد السيد كان في الخارج ما كانش هنا وداروا باللي راه السيد راه مسيني. السيد ملي جا من الخارج لقى داك العقد ديالو ما كانش كاع هو حنا حاضر ومشى تعتقل راه دوز 10 شهور ديال الحبس ودابا راه تيمر معنا في الجلسات في المحكمه. نعم. الجلسات الان مستمره الاثنين يعني اللي فات عاد دزنا في الجلسه وراه السيد القاضي اجلها ل 28 في الشهر في هذا الشهر ان شاء الله. وكنتمناو ان شاء الله عندنا امل كبير باش ينصفنا القضاء ان شاء الله. والسيد الاستاذ القاضي ولا السيد قاضي التحقيق راه خدموا معنا الله يكثر خيرهم وتنتمناو يزيدوا في العمل ديالهم باش يرجعوا لنا الحق ديالنا لان ثلاث سنين هذه وحنا كنطلعوا نهبطوا ومازال حقنا ضايع مازال ما عرفناش كيفاش نرجعوا الحق ديالنا. احنا طبيعه الحال احنا كنشوفوا واحد القضيه خطيره جدا وهي قضيه ديال مافيا العقار. يعني تم النصب على واحد العدد ديال الناس خمسه ديال الاشخاص واكثر اللي تم النصب عليهم في مبالغ ماليه. عندنا السي سميه بالعربي شحال تنصب عليك قلتي؟ نصب عليا في 20 مليون 20 مليون انا سيدي تنصب عليا في سي خربوش تنصب عليا سيدي في مبلغ ديال 50 مليون 50 مليون 20 في 50 70 مليون هباء منثورا ذهبت في واحد نتيجه واحد النصب. حاليا هذه البقعه هذه كدير فما يفوق 120 مليون 120 مليون. وكيف يعقل ان اللي كنتسائل هو انه هذا السيد هذا اللي دار له العقود في سميتو سيد ما فحالوش كان ساكن في براكه دابا كيسكن في حي النصر ودير خمسه ديال العقود في سميتو. حنا كنطالبوا يتفتح تحقيق مع هذا السيد هذا اللي داير راسو شاري هما دايرين عصابه لان كانوا خدامين في البلديه ديال الهرهوره وتيبرموا هذه العقود باش يستولوا على البقع ديال عباد الله. نتي انا غير 50 مليون 20 مليون عندي الوثائق انني درت فيها 7 سنين ديال الكريدي من لا بانك تقريبا واحد 71000 ريال في الشهر. راه هو كوكا الحق راه الحق باين وهاد الناس هادو راه باقيين تيتماداو. هاد السيد حنا درنا له المتابعه وتيدوز في جلسه ديال عند قاضي التحقيق ودارت له في الجنحي. وحاليا واحد الضحايا اخرين واحد سميتو واحد الورثه تفاجئوا جاو داروا الكرياج للبقعه ديالهم وتحيد لهم الكرياج وتيتفاجئوا انه نفس الاشخاص طرموا على البقعه ديالهم. وهاد الناس عندهم الرخصه وعندهم البلان عندهم كل شيء جميع الوثائق ديالهم. الوضع نسولوا على الوضعيه الاجتماعيه سي بالعربي قلت لي بالعربي سي بالعربي شنو هي الوضعيه الاجتماعيه ديالك؟ انت عطيتي 21 مليون واش خديتها كريدي خديتها بالتقسيط يعني شنو الوضعيه الاجتماعيه؟ 20 مليون تماما. انا اكثر واحد انا ممرض انا موظف ديال الدوله وراك عرفتي الصالير ديال الموظف بسيط وراه هذاك هو اللي خرجت في حياتي كامله 40 عام ديال الخدمه خرجت بهذيك البقعه قلت غادي نستقر فيها ونبقى حتى نموت وانايا مستقر في واحد البلاصه اللي نتخبى فيها من الشتاء. حتى صدق هذا السيد جا بغى يديها ليا شنو واش من حق هاد السيد هذا تعدى عليا. نهضروا على الوضع الاجتماعي ديالك استاذ. انا سيدي كنعمل التجاره نعم. كنخلص الواجبات ديالي انسان
ما نقولكش انايا نتيني باش جمعت هاد الفلوس وبواحد واحد 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 التعب وواحد المشقه وهذا وهاد الناس كريدي ودرت كريدي ديال 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 20 مليون باش نبني هاد البقعه ونستافد منها. وهاد الناس هادو بغاو يضيعوني في حقي ورانا رانا تيق كبيره في القضاء وراه درت بهم عاود شكايه، راه هاد الشكايه عند الاستاذ النبوي الله يجازيه بخير، وراه في العلم ديالي دابا راه تحلت الوكيل العام وكنتسناو ان شاء الله يتخذ فيها تحقيق، لانه راه تحجزوا واحد جوج ديال السجلات من البلديه ديال الهرهوره، واحد السجل ما فيهش السميات ديالهم وسجل اخر تيديروا فيه الخواض تيديروا فيه التخربيق. كنطالبوا من 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 رئاسه النيابه، رئاسه النيابه برئاسه الاستاذ النبوي الله يجازيه بخير الله يطولنا عمره يتبع لنا هذا الملف. هذا راه ملف كبير وكبير بزاف، وهاد الناس هادو راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بطبيعه الحال كنوجهوا النداء ان يعني يتخذ بعين الاعتبار الوضعيه الاجتماعيه ديال هاد الناس هادو. السيد ممرض عنده واحد التقاعد ديالو بسيط جدا وضحى من اجل انه تكون عنده واحد المستقر ديال الحياه. سي خربوش هو يعني عنده واحد كيدير تجاره ولكن تجاره على قد الحال المعاشيه، فبالتالي خاص الانصاف. كاين ناس اخرين مثلا ضحايا الناس ديال المهجر، السيده جمعات كما كانت عودت لنا في شوف تي في انها جمعات في, 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 في يعني في الخارج واحد 120 مليون باش انها شرات واحد البقعه وفي الاخير انها كتلقى ديك البقعه ديالها تبنات. اخيرا شنو هو النداء اللي تتوجهه اخيرا سي الحسن؟ اخيرا نعم سي. قبل من هذا الشيء استاذ الله يجازيك بخير، هذا السيد هذا راه عنده مجموعه ديال القضايا اللي كتفوق 30 قضيه في المحكمه، وهذا السيد هذا ما عمره ما تعتقل، ودابا راه تيهددنا وتيصيفط لنا الناس تيقول لنا راه ما عندكم ما تصوروا فهمتي، وسيروا جريوا فين ما بغاو، ولكن حنا ثقتنا كبيره في القضاء وثقتنا كبيره في وكيل الملك ديال المحكمه ديال تماره. وراه حنا كلمه في... اخيره سي بالعربي. وكنتمنى ان القضاء ينصفنا ورجعوا لنا البقع ديالنا، لان راه حنا في دوله الحق والقانون وتا شي حق وراءه مطالب فهمتي. اي حق ديال الانسان الا تبعوا ياخذوا، وان شاء الله برئاسه السيد الوكيل وكيل العام والساده القضاه كنتمنى رزقنا يرجع لنا لان ضربنا عليه تماره. طبيعة الحال ما ضاع حق وراءه طالب، كنا ثقة في قضاء المغربي باش ينصف هاد الضحايا هادي اللي هما ضحايا ديال مافيا العقار وترجع لهم حقهم ولا ترجع لهم المال ديالهم. تنشكروا تنشكروك سي الحسن لأنه نعم آخر كلمة. حنا راه دوك الناس دابا السيد ديال المستشار الجماعي راه تخض ضد المتابعة بالنصب والتزوير، والسيد ديال تصحيح الإمضاءات حتى هو متابع حاليا بالتزوير، ودرنا واحد الشكايه بهذوك الناس، دوك الناس اللي دايرين راسهم شاريين وما راه ما شاريينش، لانه دايرين عقود صوريه بيناتهم هي عند السيد عند السيد قاضي التحقيق. وحنا ثقتنا كبيره في هذا السيد هذا، لانه خدا لنا حقنا من هذا السيد، وهذه المسطره هذه راه باقا جاريه، وكنطلبوا انه ينصفنا ويرجع لنا الحق ديالنا. نعم وعاش الملك. عاش الملك. كنشكركم على يعني هذا اللقاء ديالكم اللي هو بطبيعه الحال يعني وضحتوا فيه عدد من الامور ديال النصب في مجال مافيا العقار. مشاهدينا الكرام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا شوف تي في بارك الله فيك. كنشكروا من هذا المنبر شوف تي في، وحنا راه ما دويناش بزاف، لان راه كاين بقع هنايا، بقع واحد ثلاثه ديال البقع راه مبنيين وبنفس الطريقه، وتحايلوا على مواليهم وبعقود مزوره. حتى المره اخرى ونديروا مع هاد الناس ثاني والملف ناخذ المجرى ديالو ان شاء الله. نشكركم. شكرا الخسائر متابعين قناه شوف تي في، فالعنوان بين بقع ليست للبيع حذاري من مافيا العقار، قضايا سنناقشها في قادم الاحداث. متابعين قناه شوف تي في على امل اللقاء بكم في قادم الاحداث، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.